ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب لاباس؟ سلام. خير، اهلا وسهلا. حالك يا شيخ لاباس؟ مش خير. الله يبارك فيك يا شيخ. الحمد لله. الله يبارك فيك يا ولدي. الحمد لله. ودي قالوا لي اصحاب ولدي اصحاب مرزوقه. اي. قالوا احتاج بالشيخ انت عتالك يا الاسلاميه. نعم بعثت لك. اي بعثت لي وقلت لي عنك طالك عارف ربي الله والهود والمزرعه والله يتعبنا ما عادش لك يرحمني عليك. مرحبا بك. وبيك اكثر الشر. ما انا بس بعثت لنا بركك عارف نعم بالي على المنحه المدرسيه بعد فكرت لي خل العام لو ما عادش. من هي المنحه؟ وش هي المنحه؟ والله ماني عارف يا واش فيه صبي ما لاباس بركة. لا لاباس الحمد لله. ما هو على القراية عاد بيهم يعاقبوا على لاباس. لا لا على القراية. اي واش يعاقب؟ عندك ورقة ولا؟ ورقة مشي. ورقة ترسيتي. لا لا. ورقة المال. لا لا مش المال، ورقة التليفون. خلصها كلها ولا خلص. ورقة الامتحانات البنت يا. ما زال ما جاب لي حاجة يا اخي والله ما جاب لي. وصرت بدور في الاوراق قلت يا نجحوا. ادينا لهم الاوراق. الله لا جنني هذا طفلي كذب عامل نار قال ما يمدونيش قال اخر العام نتاع كذا كان تاع الصيف. لا 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 يا حج لا رانا ودينا لهم البلسه وقلنا لهم كل واحد يروح يديها لوالديه. الله يهديه ان شاء الله. امين ابا امين امين. ما بديش شو غامل ليه شو غامل ليه وش كان بينا فيها ودي المصيبه هذا على الاقل. روح بركه وتو تشوفها ان شاء الله. زيها شوي البركه يا حج. الله يهديه ان شاء الله والله امين. سامحنا الشيخ نعبالي الله يعبالي منحة تاع 600 تو ورينا الو مسخر عني يقول لي ما نجح ما نديرناش في اول العام. بابا بابا من لا مصيبه كلها صغار نقطه مكانها الفيزياء. بابا 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 جبت من بابا تو يدمرني ذي ولا سرقة ولا كيف. ايوا ونشيخ بلا شيء هذاك دايما شيخ بلا اجري لا شيخ بلا اجري خف روحك ليه تجري. هاي تقول انها تمشي على البيض هاي خف روحك راني متورط هاي. شوف يا ودي عمك سفرها دارها مطابيك كلها من المواد تاع القرايه. والله يا فيق بي باي هاي هذه اللي حل تو. اوه هذه البلتان تاعك. هاي البنت كلها صوار. ياك جايب 19 رياضه. يا 19 كيف الرياضه؟ مخير. الفيزياء جاي فيها واحد بركي. مادام احنا ديت هنا يا اخي عارف قدراتي عارف اللي راه الجغبال هو يا ودي انت تحدد في الحياه هذه على في الحومه يعني هاي وانت تحدد في الدنيا هذه كل منعني تو جيب بابا خليه عندي ما نقولهاش عنها ودي انت بالك تصحى انا ايش نقول لها عندي غير اصطح يا ودي اسمع قلقك استاذ كلمني قلقك باك ذات كلمني خصاتك دخان دخان شم دراهم الدنيا كل كلمني قول لي دراهم اه اعطيني 10000 لا في البنك ما عنديش شيء هاتي راح اروح للبنك مازال ما عنديش شيء يا ريت قلت لك عندك 10000 اه عندي في البنك المهم فهمني ولا لا ايوه قلقك استاذ قول لهم الشغباله وجيران هم الاساتذه كل نعرفهم يا ودي قول لهم الشغباله وجيران تو قلت لهم الشغبان خلاص اصلا المدرسه يا ودي خلاص هو انت 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 قلت قدوتي في الحياه تو اي واحد منا تضربك يا استاذ الناس كل شوفي الناس كل تحترمني ما نغربش هنا انا بكلم تجي بالحوايج عندك هيبه صافي ما عندي لك تيفا شوف شويه لا ما اسكن ولا شويه ها ايوا خلاص ما نتهنى خلاص كاين شي حاجه عادي ما تقولش بركي عاد الشغبان الورقه خلاص مريك ها انا بقى شي من بعيد ها وين الفزغول وين واقف الحلوف متدرج عني شايف النتائج مش عم متدرج تعالوا نورينا الو دير روحك ما تخافش مانيش خايف والله جنني هطب وينك ربي وينك فيك وينك شد معايا حد حياتينا طلع عبي ايش بيك الحاج دعني واش من واش فيك هذا عارف انا حوايج جاي تحل شكل حوايج انا ما عملت لقيت تونا يعني جاي من الطريق امن معانا الشيخ تاعك التربيه الاسلاميه قال لي هلك هذا القريه كنا تاع الدوب لك العمل في هذا والعمل قبله والعمل واش يا وليدي باش تقاشي في المتوسطه حاج دعني وين الورقه اللي عطاها لك حل بساعة على البال ما كانش ساعة على الورقه اللي عطاها لنا سيدي تاع النقاط الورقه اللي مدير لي رزوقه قال لي تسعى على البايا هذيك هي هذيك مش عندي خرج انا مش عندك لا نعرف مش عندي مش عندي مش عندي مش عندها انت اللي هلكت تتعلم على الورقه هذه يا اخي مش عندي هات عشان شوفها قال مش عندك هات الاخماد قلت لك خدم عقلك انا تو انا اوريكم صعيب وين الى السيد الدعدي نغات ابن كرزوقه نقاط مش نغات هاي قاء قلت لك تعرف تكلغاء
العربية أسفار، الرياضية أسفار، فرنسية أسفار، فيزياء واحد. يا بنعني هكا الهربة. الرياضة شهر 19 في الرياضة. شاطر كان في الرياضة أنت. عادي الرياضة هاي التربية الإسلامية، التربية الإسلامية شهر سفر. عادي يا بابا عادي عادي. قل والله واحد مش حافظها. مليحة عني أنت، مليحة عني، سمعتك تتلحسن فيها خطرة تتصلي. قل هو والله واحد ماكش حافظها. مليحة عني أنت ترى؟ ها؟ مليحة عني أنت. تحوس عني أنا مليحة الواج. يا مليحة مش نعرفك. مليحة أكبر منك، أكبر منك وبك. سقسي فيها عن قل والله واحد. قل والله واحد سقسي فيها عليها. خلاص خلاص. ها؟ ديما تضرب فيا. عادي كل هذا زادها قراية بابا. كيفاش هاي الأسفار فهمني فين الأسفار كيفاش تبر؟ الأسفار عادي بابا أي حاجة. الحاج قاعد يوسع بالك. أيوا جيت أنت مرة أخرى. ها راهو شايب أسفار راهو عن العمل فات دوبل وعمل قبل دوبل يا وليدي راهو شناني في مخني. مش قراية. الرياضة قداش جايب؟ جاوبتيش من الرياضة شاطر كان في التنكيل. شوف الفيزياء جايب هو الأول. لا ولا التالي لا ثاني اختار هو الأول. فهمني فين الأسفار في الأسفار. الصفر دائما هو أساس الحياة. الناس تبدأ من الصفر من الزيرو. هاي إيلون ماكس بدأ من الصفر. إيلون ماكس كريستيانو بدأ من الصفر. العالم كله بدأت من الصفر. حتى إذا بدأ من الصفر سفرت هالدنيا كلها. يا ودرك كون سيت في الصفر أنت تو الصفر. ما مليتش من هالصفر. ما مليتش من الصفر. فاهم ربي فاهم الدنيا كلها. أنا ما جيبش النقاط الصفر. أنت دورت عني تو كنت تقول ما تدري ما يحاولك مصلحته. إيش من مصلحة؟ أقول لك أنا جيت هالراحة. أسمع تو نبدأ روح ولدي روح شغل روح الحوش. الورقة نديها معي. هدي معاك ولا بطلنا القرية ذي. تو نلفك بحجرة بعد غرية. أسمع. أنت روح حتى هنا للهود نبدأ من الصفر. المزرعة كل تحرفها اليوم. وتقلع على الحشيش تاع البطاطا. لا لعب خسيرة. وتقطع النخلات وحدك. وتفرز الدق لوحدك. خلاص هو درت بهيمة بابا. ماكملش نبدأ من الصفر. الصفر. مشيتي تبدأ من الصفر. ايه. حتى الفلاحة نبدأ من الصفر. كل حاجة غير الفلاحة بابا. امشي قدام. كل حاجة غير الفلاحة. خمس سنين وانت في المتوسط انداتك جاتهم ورقة العسكر. رزوقة ولادي. رزوقة لوين انت وانت هكا؟ باك تعبت. راني تعبت يا ولاد رزوقة. راني كبرت العمر راح والفم طاح وما عادش قاعد نخدم عليك يا ولادي. لويمتى وانت ماهش حاب تقرا على روحك؟ اقرا يا ولادي على روحك. انا ممكن نموت وما عادش في الدنيا ياسر. استهل فميمتك فميمتك وخياتك وخيانك الصغار. ولادي قرايتك هي مستقبلك. القرايه هي المستقبل، هي كل شيء في هالدنيا هذه. ما تسمع حديث حتى واحد يفشلك. اقرأ اسعى اتسبب ممكن تنجح. زوجة زوجة بالنسبة لي نقرأ عرضك ديما فكر ديما فشلة قدام الناس ديما ديما لازمك انه ولد ما يقرأش لازم والله لازمك نصيب. بالنسبة لي نقرأ وننجح ونشرف الضايا ونشرف اهلي ونشرف كل عائلتي لازمتني هكا مش مستوى بلحق الناس الكل تامل فيا ابدا من زعبالة وامثالة والله لازمتني نهز مستواي ونكون كيف الناس ونشرف ولازمتها بابا يفرح قدام الناس ويشرفوا باذن الله يا خويا نعلم باللي راني ننجح ما نبينلكش شيء بالصح نعلم باللي راني نجيب نتائج وراح ننجح وبالفلاح ان شاء الله بالفلاح وان شاء الله نهزها وراح ندير في قلبي حتى انت بشكل عام الصح نهار يعطوك البلتان والنتائج ويمدوا لك كل شيء تفتخر تبدا الابتسامه ضحكه لنا هكا نوعك الباير نوعك الباير نوعك الباير بسم الله